سوف نبقى هنا كي يزور الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. هذه فرحة الأهالي لا يوتاوب الرغم، حين يشهدون حالي بالسرور يبتسم. فرحتي وصرختي تكاد تسمع النغم، يا نجوم السماء يا عبائق النغم. ما بعد سأقرأ لكم اليوم حديث من فضائل التسبيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن الرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سي نوشكتي ولا شيء فاطمة سهرة نوحن معنين دونا حديث كأي أخرضي كلمتان لبك المذود خفيفتان عرب كوفضود على اللسان عرب كوفضود ثقيلتان في الميزان كعلوس ميزان كمال تقيامه حبيبتان للرحمن لقد شعري هاي هلك إلهي سنين كانت كواتو قلي قلاس كيغا مقاعي قوى مبسوط وحانا هي قلاس فور مستقبلك وحان تعالينا نقدر دكتور مقاعي قوى عبد الرحمن حسين وحانا هي فصل كصدحات كانت كواد ما تكلم واحد نقرأ مستقبلك دكتور ونكون فرح سنة إن كم إذا هاي أرضي إذا كالمها قالي واحد أن تعالى هنا مستقبلك نقرأ نين بالشدة وشقيا سيديني أكثر لقلب النور يا غر أزرو وأفخر يا سرعة ومستر سيديني أكثر لقلب النور يا غر ودمت خير غارس يا أجمل المدارس ودمت خير غارس أزرو أزرو أزرو